في مالك؟ خايفة. خايفة؟ خايفة من ايه؟ خايفة ان لحظة السعادة اللي انا فيها دي ما تطولش. انت مخبية على اي حاجة؟ ورطة خلقاني، مش عارفة الوم نفسي ولا لوم الظروف اللي غرقتني فيها. ورطة ايه؟ انا حبيبك، احكيلي. اللحظة مش مناسبة ومش عايزة اشغل مخك بيها. يبقى انت ما بتحبنيش، مش مصدقاني لما بقول لك مستعد اضحي بعمري علشانك مهما كانت الورطه اللي انت فيها. بالعكس، فضلت الراجل الوحيد اللي انا ممكن اصدقه، بس انا مش عايزه اورطك معايا. انت مش هتورطيني، على الاقل عشان اقدر اساعدك. احكي لي، ورطه ايه؟ فلوس؟ لا، مريضه؟ لا. حللتي؟ لا. نوع من انواع الجرب؟ باختصار شديد. ومن بعيد. انا لما اشتغلت في الكباريه اكتشفت بعد فتره انه مجرد واجهه لتهريب المخدرات. فجاه لقيت نفسي متورطه معاهم، طلبوا مني انقل شنطه اوصلها للناس، فهموني انهم اصدقاء لصاحب الكباريه، وفي نفس الليله سرقوا الشنطه واتهموني ان انا اللي ضيعت عليهم صفقه بملايين. ومن يوميها وصاحب الكباريه حاطط سكينه على رقبتي. انا اللي ما احبش حد يلوي دراعي ولا يجبرني اعمل شيء انا مش عايزه اعمله، لقيت نفسي متكتفه. ودلوقتي بس لما عينيا وقلبي صدق حبك وحبيتك، حسيت ان في غصن اخضر طلع لي فجاه في وسط الصحراء. ده عود بانجو يا ماما. مستحيل، مش ممكن. مخدرات؟ انا متاسفه، مش عايزه المساله دي تلوث اسمك وسمعتك، بس انت اللي طلبت ان انا اقولك. بس انا خايفه. ما تخافيش، طول ما انا جنبك اوعي تخافي، محدش هيقدر يلمسك، البلد فيها قانون، انا هفضل وراهم لغايه لما ادخلهم السجن، بس اقابلهم. اوعي تخافي، انا بحبك، بحبك. وانا بحبك، بحبك بجنون.